السلام عليكم. ساعات على الواتس بالذات بيبقى فيه مشاكل، يعني انت مثلا عايز تقول لحد ان انا عامل لك بلوك، فهو عشان يعرف انت عامل بلوك ولا لا بيشوف ان انت حاطط الصوره بتاعتك بيلاقيها مش موجوده، فبيدخل من رقم تاني يلاقي الصوره محطوطه بيعرف ان انت ايه عامل له حظر. طيب احنا ممكن نلغي الصوره عن كل الناس اللي موجوده؟ اه ممكن نلغي كل الناس اللي موجوده على الواتس ما تشوفش الصوره بتاعتك والناس ما تكونش معمول لها حظر. طب ممكن الغي الصوره عن ناس معينه؟ انا ممكن الغي الصوره عن اي حد ما عدا جهات الاتصال، ممكن الغي الصوره بتاعتي عن كل الناس. طب ازاي؟ بسرعه عشان ما نطولش الفيديو، هنفتح اعدادات، خصوصيه تاني، سوري، عندك هنا ايه بيقول لك؟ اذا اخفيت اخر ظهور لك لن تتمكن من الاطلاع على اخر ظهور الاخرين. ده لو انت لغيت اخر ظهور ليك مش هتعرف الناس ظهرت الساعه كام. يعني انا لو عملتها الكل او جهات الاتصال لما ادخل هعرف عمر دخل امتى، محمد دخل امتى، فلان دخل امتى. لو عملت لاحد يبقى انا كمان مش هعرف. طيب الصوره اللي بنتكلم عليها النهارده الصوره اهي، انا عاملها عندي جهات الاتصال بس اللي تشوف صورتي. لو عملت لاحد يبقى كل الناس اللي هتدخل على الرقم بتاعي على الواتس مش هتشوف ليه، مش هتشوف صوره. تمام؟ لو عملت الكل اي حد هيدخل مش مسجل عندي او مسجل هيدخل يلاقي الصوره بتاعتي ويشوفها. يعني بمعنى اصح انت ممكن تعمل لاحد وتعمل بلوك للي انت عايزه من غير ما يعرف ان انت عملت له حظر. شكرا.